قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سورة القارعة أو سورة القارعة هي سورة مكية، والقارعة هي اسم من أسماء القيامة، والقيامة هي اسم لأنها تقرع الناس بأهوالها وشدائدها، ويعني اليوم القيامة له أسماء الطامة والصاخة والقارعة والحاقة، كل هذه من أسماء يوم القيامة لعظم شدائده وعظم كرباته. وهي سورة مكية، سورة مفتتحة بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، أنتم ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة يعني ما القارعة؟ تفخيم لشأنها وتعظيم لها، نعم، لأنها تقرع الناس بأهوالها وشدائدها. نعم، وما أدراك ما القارعة؟ أيضا يعني استفهام يراد به التفخيم والتعظيم والتهويل من شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في هذا اليوم يعني يخرج الناس من قبورهم كالفراش المبثوث، كالفراش الذي بث وانطلق في كل مكان. والفراش يعني من الحشرات التي يعني تنتشر في كل مكان. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الذي بث، والناس يبثون من قبورهم يخرجون منها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ومن شدائد هذا اليوم أنه يستطيل، أنه يعظم شدائده على الجبال، فتدك الجبال دكا، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالعهن الذي يعني تحول إلى الصوف، العهن بمعنى الصوف، الذي تحول إلى ذرات صغيرة ثم نفش. نعم، فهو يعني تراه يعني منتفشا في الهواء، يعني لا حقيقة له، زالت الجبال، لأن الجبال لها أحوال. نعم، يعني كما ذكر الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فهذه المرحلة الأولى من الجبال، أنها تتحرك عن أماكنها وتمشي كما يمشي السحاب. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، يعني يدكها الله عز وجل دكا وينسفها نسفا، ثم بعد نسفها تتحول إلى هذه المرحلة الثالثة، وتكون ذرات من الصوف أي انتفشت في الهواء، يعني لا حقيقة له. فأما من ثقلت موازينه، وهنا في هذا اليوم هناك الموازين كما قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. نعم، والصحيح أن الموازين هي موازين حقيقية، ميزان له كفتان، ويوزن العبد ما عمله وصحائفه، الذي يوزن العبد وعمله، ويعني ويوزن العبد ما عمله، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: وإن الرجل السمين، وإنك تجد الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني هيوزن. يقول: فأما من ثقلت موازينه غلبت حسناته سيئاته. فالحسنات توزن والسيئات توزن. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
وعيشته راضية هنيئة سعيدة قد رضي بها ورضي الله عنه. وأما من خفت موازينه غلبت سيئاته حسناته عياذا بالله فأمه هاوية. والسلف هنا لهم قولان في هذه في تفسير هذه الآية. فأمه هاوية أي فهو فأمه هاوية أي يهوي برأسه في النار. فأمه أي يعني رأسه هاوية يهوي بها في النار. وهذا القول الأول وهو قول قتادة. وذكر والقول الثاني فأمه هاوية أي فمقصده هاوية التي هي النار يعني جهنم يعني مقصده ومأواه الذي يؤويه. فأمه الذي يؤويه لأن الأم تأوي ولدها. فأمه هاوية يعني مأواه النار. والقولان متقاربان يعني هو يهوي فيها برأسه والنار كذلك مأواه يعني لا تعارض بين القولين صلى الله عليه وسلم أو العافية. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والهاوية هذه اسم أيضا للنار يهوي بها في جهنم وتؤويه جهنم نار حامية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار والحديث في الصحيح فقال ناركم هذه جزء من 70 جزءا يوم القيامة. ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لكافية. قال أما إنها فضلت عليها 69 جزءا. يعني كل نار الدنيا هذه جزء واحد من 70 جزءا من 70 جزءا يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم والعافية. ونصف عنا عذاب جهنم إن عذابنا كان غراما إنها ساءت مستقاما ومقاما. وسورة العاديات العاديات هي يعني الخيل التي تعدو وهي صفة للخيل. والعاديات من العدو هي صفة للخيل التي تعدو وهي أيضا سورة مكية. والسورة مفتتحة بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. العاديات ضبحا الضبح هو صوت الخيل عندما يشتد يعني جيوها وعدوها. والعاديات الضبح والعاديات الواو هنا واو قسم. والعاديات الضبح أي الخيل التي تعدو بسرعة حتى يسمع لها صوت من شدة جيها. ويعني الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لكن ليس للخلق أن يقسموا إلا بالله عز وجل لأن القسم على نية تعظيم المقسم به. وجاءت الشريعة بالقسم بغير الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يعني كما قال النبي عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. والعاديات الضبحة هو يعني يقسم الله جل وعلا بها. فالموريات قدحا فالموريات قدحا أي التي من صلابة حوافرها ينقدح الشرر تحت حوافرها. عندما تجري الخيل على الأرض الصلبة فإنه ينقدح من حوافرها شرر عند شدة الجري. فالموريات قدحا موريات يعني التي ينقدح من حوافرها الشرر عند جريها. فالمغيرات صبحا وهنا يصف الله جل وعلا هذه الخيل التي أقسم بها. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على الأعداء عند أول النهار وعند الصبح. فأثرنا به نقعا وهي وفي يعني هجومها على الأعداء أثرت الغبار النقع النقع بمعنى الغبار التراب الغبار التراب. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا حتى توسطت جموع الأعداء. يقسم الله جل وعلا على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. يقسم الله جل وعلا أنه يعني رغم النعم العظيمة على الإنسان والإنسان طبعا يعني كما ذكرنا أكثر إطلاقات القرآن على الإنسان هو الإنسان الكافر. إن الإنسان لربه لكنود جحود يجحد نعم الله عز وجل عليه.
كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني جحود لنعم الله عز وجل. والتعبير بالرب هنا مناسب جدا، لأن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم. فقابل هذا الجاحد قابل نعم الله عز وجل عليه بالجحود والكفر به والانشغال بالنعم عن شكر المنعم، وإنه على ذلك لشهيد، سيشهد على نفسه يوم القيامة أنه كان جاحدا لنعم الله عز وجل، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد، ولأن قلبه خلى من محبة الله عز وجل ومن إنابة إليه، فهو يتعلق بالدنيا ويعني ومفاتنها، ومن أعظم مفاتن الدنيا المال، والخير يطلق على المال، وأنه لحب الخير يعني المال. وهذا كما قال الله جل وعلا يعني فإن علمتم فيهم خيرا، في شأن العبد الذي يكاتب، يعني علمتم أن فإن علمتم فيهم خيرا يعني لهم مال. فالخير يطلق على المال، والمال ليس شرا في ذاته. يعني النبي عليه السلام لما ذكر إن هذه حديثه في يعني بالصحيح إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فقال رجل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ هو لأن هنا يعني المال هو الصحابة اللي سأل فقيه، يعني لأن الله جل وعلا سمى المال خيرا، فهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي عليه السلام حتى أوحي إليه، ثم دعاه فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن أكلة الخضر نعم يعني لتأكل يعني حتى إذا انتفخت أوداجها جلست وسلطت وبالت، وإن مما ينبت الربيع ليأكل حبطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخير ليأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها جلست وسلطت وبالت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إرشادا بليغا إلى الموضوع، هو قال له إن الخير ليأتي إلا بالخير، لكن أرشده إلى أن هذا الخير قد يستعمل استعمال يضر صاحبه. ولذلك قال وإن مما ينبت الربيع، والربيع هو النهر الصغير، يقتل حبطا. الدابة ممكن تأكل من هذه الحشائش حتى تموت من حتى تنتفخ وتموت، مع أن هذا النبات الذي أنبته الربيع هو نبات إيه؟ نبات طيب، لكن الدابة أكلت منه حتى انتفخت وماتت. وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا آكلة الخضر، إلا الدابة أكلت يعني حتى إذا امتلت خصرتها جلست وسلطت وبالت، يعني أخرجت الفضلك منها وأخذت حاجتها منه. وهكذا المال إذا استعملته وبقيت الحديث وإن هذا المال يعني من أخذه في حل وصار وأنفقه في حل فنعم المال هو. نعم، فالمال إذا أخذته من حله من وجه حلال وأخذت منه حاجتك ثم أديت حق الله عز وجل فيه لم يضرك هذا المال. لكن الإشكالية أن الناس بتأخذ المال من حله ومن غير حله ولا تؤدي حق الله عز وجل فيه. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ يستعبده المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. لماذا صار عبد الدرهم؟ في عبد الدرهم وعبد المنصب وعبد الجاه وعبد السلطان، هو غلبت عليه هذه الأهواء فصيرته عبدا لها. نعم، إذن خيرنا وإنه لحب الخير لشديد، حب المال لشديد، كما قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. نعم، وهنا ذكر الله عز وجل الإنسان
فلا يعلم إذا بعصر ما في القبور. وبحصرة القبور معناها أن حركة فيها نوع من العشوائية بعصرة، يعني 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 لأن الأرض هنا مأمورة أن تخرج ما في بطنها. أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور. ومع بعصرة القبور وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور يعني يعني ظهر ما كان مخفيا في الصدور والضمائر. وهذه كقول الله جل وعلا يوم تبلى السرائر. تبلى السرائر يعني يعني تظهر علانية. بحصل ما في الصدور يعني يظهر ما كان مخفيا في الصدور والضمائر. ولذلك الله جل وعلا يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وحذر عباده أنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لا أحد يعني يعني ينصره في هذا اليوم ولا يتقوى به. أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور. حصل ما في الصدور، ظهر ما كان مخفيا في الصدور. ويظهر فيه أين يظهر؟ يظهر على صفحات الوجوه من بيض أو سود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والرب الذي صنعهم وخلقهم ورباهم على صنوف النعم بهم في هذا اليوم لخبير، خبير بأعمالهم. ولذلك هو سريع الحساب. ليه؟ لأنه لا يجهل منهم شيء. يعني إن ربك لسريع الحساب وسريع العقاب أيضا، لأنه لا يجهل، لأنه خبير بهم. وكل صانع أدرى بصنعته، كما قال جل وعلا يعني يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وطبعا أنت هنا ترى أن مقدمة الصورة أن هنا في فائدة مهمة، أنك دائما الصورة التي فيها نوع من يعني تحذير وتهديد وترويع تجد أن مقدمة الصورة بتحدثك عن شيء عظيم، تحدثك عن 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 شيء فيه يعني نشوف يعني منظر العاديات اللي التي لها ضبح من صوت من شدة الجري وتقدح النار، نعم، وتغير على الأعداء وتتوسط الأعداء. كلام ده معناه إيه؟ معناه مشهد في قوة، في إثارة، في شدة، لأن الذي يليها حيترتب عليه. حتلمح في موطن آخر مقدمة صورة يعني تنبئ عنها، مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لأن الصورة جاءت في محبة الله جل وعلا للنبي عليه السلام، فتجد مقدمة الصورة فيها هدوء، فيها سكن، فيها يعني وداعة، فيها يطمئنان، هكذا. هذه من 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 عظمة وبلاغة كلام الله عز وجل. صورة الزلزلة، والزلزلة صورة مدنية، والزلزلة تسمية الصورة بالزلزلة العظيمة التي يحدثها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والتي ذكر الله عز وجل فصلها في هذه الصورة، وذكر طرفا منها في أوائل صورة الحج، فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد. والموضوع هنا بليغة، التاء المربوطة هنا بليغة. لماذا؟ طب ما البنت تسمى يعني في موضع ولا لا؟ موضع. طب لماذا هنا يا موضعة؟ لأن الموضع هي التي تكون من شأنها الإرضاع. يعني البنت الصغيرة يعني تسمى مرضع. لماذا؟ لأنه حيصير شأنها إلى أن ترضع، لكن المرضعة هي التي ترضع في هذا التوقيت. وهذا هو يعني نكتة التي يعني التي أفادها الله عز وجل في قوله يوم ترون تذهل كل مرضعة، يعني بترضع في الوقت ده، في هذا الوقت طفلة، فتذهل عنه، تلقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هنا إذا زلزلت الأرض الفعل هنا رباعي مضاعف، مضاعف يعني أوله يوافق ثالثة، يعني أول حرف يوافق يعني ثالثة. إذا زلزلت الأرض
زلزالها. وتأكيد الزلزال هنا بالمفعول المطلق لماذا؟ ليدلك على عظم هذه الزلزالة، وعلمت صفة هذه الزلزالة في صورة الحج، علمت وصفها. يعني هي زلزالة ليست مما يعهده البشر، ليست مما يعهده البشر، لذلك سماها الله جل إن زلزلة الساعة، إما في تخصصها بالساعة دلالة على اختلافها عن غيرها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وتنكير الشيء أيضا يدل على التفخيم، وصف الشيء بأنه عظيم ليدلك على أن هذه زلزلة لا عهد للناس بها. وعموما الزلزال لا يقوم له شيء. الناس إذا الزلزال عند بيحدث عند الناس الآن ثواني، فتجد في الناس من الهلع ومن الخوف ما الله به عليم. كيف هذا اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنا الأرض هنا أمرت بإخراج ما في البطن، أثقالها إيه؟ كل ما فيها من الأموات ومن الكنوز ومن كل شيء، تخرج ما في بطنها، وهذه أثقال الأرض. وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث لها؟ الناس في هذا اليوم يعني لا يرون يعني ملجأ، كلا لا وزر، يعني يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فين المفر؟ أين المفر؟ ما وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث لها؟ يومئذ تحدث أخبارها. الأرض في هذا اليوم تحدث الناس، تحدث أخبارها. لماذا؟ أخبارها يعني تحدث الناس بما عملوا عليها من خير أو شر، وهذه أخباره. فالقاتل تحدثه بالقتل، والسارق تحدثه بالسارق، والعابد تحدثه بالعبادة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ولماذا تحدث أخبارها؟ لأن ربك الذي خلقك وخلق الأرض وخلق الكون والسماء والشمس والقمر أوحى لها بذلك، أوحى لها أن تحدث الناس بما عملوا عليها من خير أو شر. يومئذ في هذا اليوم، والتنوين هنا عوض عن الجملة المحذوفة، يعني يوم يأتي هذا اليوم، يعني التنوين هنا يومئذ، التنوين ده يسمون تنوين عوض عن الجملة المحذوفة، والجملة المحذوفة تقديرها يوم يأتي هذا اليوم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين. يصدرون عن إيه؟ يصدرون عن موقف الحساب، متفرقين. منهم أهل السعادة ومنهم أهل الشقاء. أسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء. يومئذ يصدر الناس أي عن موقف الحساب أشتاتا متفرقين، اختلفت يعني مصادرهم لاختلاف أعمالهم في الدنيا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحساب اليوم بمثاقيل الذرة، مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة من خير يلقاه، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يلقاه. فالحساب اليوم بما ثقيل الذرة، وهذا تحذير من الله عز وجل لعباده، هم في الدنيا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا صلى الفجر قرأ بالزلزلة، أنه كان يقرأ بها في ركعتين، يعني صلى الله عليه وسلم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في صلاة الفجر يا بالزلزلة فإنه يقرأ بها يا في ركعتين. وصورة البينة هي صورة أيضا مدنية، والصورة فيها تبكيت وتوبيخ لأهل الكتاب. إذ من المعلوم أن أهل الكتاب يعلمون نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولما تبين لهم ولما وكادوا يفتخرون على الكفار بأنه قد أظلنا زمان نبي يخرج يعني نقاتلكم معه، كما قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا نعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعوت بصفاته عليه الصلاة والسلام، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالصورة هنا توبيخ لهؤلاء وتبكيت لهم. بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. وهنا إن تجد بأن الله جل وعلا يفصل هنا بين أهل الكتاب وبين المشركين، مع أن أهل الكتاب داخلين في الشرك، مع أن أهل الكتاب يدخلون في الشرك أم لا داخلون، لكن هناك أحكام تخص أهل الكتاب ولا تخص المشركين. من ذلك إيه؟ من ذلك حل نكاح الكتابية وعدم وتحريم نكاح المشركة. فهمت هذا؟ فلهذه النقطة، لأن هناك أحكام تخص أهل الكتاب عن غيرهم، لذلك يفصل الله جل وعلا هنا، مع أنهم داخلين، مع أنهم داخلون في عموم الشرك. هو النصارى لم يقولون بأن عيسى هو الإله، ولا اليهود تقول عزير ابن الله، يبقى أشركوا بالله ولا لم يشركوا أشركوا، لكن فصلهم الله جل وعلا لأن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم عن أهل الشرك. فهمت هذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، مع أنهم كفار كلهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين طبعا منفكين حتى تأتيهم بينية، لم يكونوا منفكين عما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. البينة العلامة هو الأمارة الواضحة التي لا لبس فيها، رسول، وهذه الأمارة والعلامة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بذلك: أظلنا زمان نبي يخرج فيه يعني نقاتلكم معه. وهذه البينة هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو كتاب الله عز وجل ويتلو القرآن، نعم، فيها كتب قيمة. وفي هذه القرآن الذي بعث به الرسول عليه السلام فيها كتب قيمة، فيها أحكام عظيمة، وفيها هداية، وفيها إرشاد، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال فيها كتب قيمة، يعني فيها أحكام عظيمة، وفيها هداية، هدايات، وفيها إرشادات. كتاب الله عز وجل يعني هو كتاب هداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني لم يختلفوا إلا بعد ما جاءتهم البينة وعرفوها نعم، لأنهم علموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يعني موصوف عندهم بصفاته عليه الصلاة والسلام. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني لم يختلفوا ولم يؤمنوا إلا من بعد ما جاءتهم بينة ورأوها واضحة وعلموا أنه هو النبي المنتظر الذي وصف في كتابهم، الذي بشر به أنبياء الله وبشر به عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثابت عندهم هذا. طيب، ولماذا تفرقوا واختلفوا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وما أمروا، يعني في جميع الكتب السابقة كلها تتفق في هذا المعنى، وما أمروا في جميع كتب الله عز وجل إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، حنفاء مائلين عن الشرك، لأن الحنف في اللغة بمعنى الميل، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا هو حقيقة إيه؟ حقيقة الإسلام الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في زيادة في توبيخ هؤلاء، ما الذي يجعلهم ينفرون هكذا؟ كما قال جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر، والحمار حيوان يمثل به في الغباء والجهل،
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني في إعراضهم عن الشريعة كأن وشبههم الله جل وعلا بالحمر، جمع حمار، التي تفر من قسورة من أسد. نعم، وهذا يدل على شدة نفورهم عن الحق. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتعلم أن هذا هو أصل الوجود في على هذه الأرض، عبادة الله وحده، مخلصين له الدين، وليعملون العمل لوجه الله عز وجل، لا يبتغون غير وجهه سبحانه وتعالى، حنفاء مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والزكاة في اللغة بمعنى النماء، والمقصود بها الواجب الذي أوجبه الله عز وجل في أموال المسلمين. وذلك دين القيمة، وهذا هو دين الإسلام. حقيقة الإسلام أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل. ثم توعد الله عز وجل الجميع: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لأنهم اجتمعوا في الدنيا على الصد عن سبيل الله، وعلى حرب دين، وعلى محاربة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاربة دينه وشرعه. لذلك جمعهم الله عز وجل في نار جهنم خالدين فيها: أولئك هم شر البرية، شرار الخلق، لأنهم لم يقوموا بما أوجبه الله عز وجل عليه. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل، لأن البهيمة تعلم ربها وتعلم خالقها وتفعل ما أمرها الله عز وجل به، لكن هؤلاء لم يكونوا حتى كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم خير الناس خلق، خير الناس البرية يعني خير الخلق، لأنهم أدوا ما أمرهم الله عز وجل به، وأتموا بما أمرهم وانتهوا عما نهوا عنه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. عدن هنا وصف للجنة من باب إضافة الشيء لموصوفه، ليس اسما للجنة، وإنما عدن من عدن بالمكان إذا أقام به. يعني جنات عدن جنات إقامة، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. نعم، لا يبغون عنها حولا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار، لأن القصور على الماء وليس على اليابس. نعم، وأعلى المنازل في الدنيا التي تكون على الماء. عدن إقامة، جنات عدن يعني جنات يقيمون فيها، لا يتحولون عنها ولا ينصرفون عنها. هذه معنى عدن، يعني إقامة فيها، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم، رضي الله عنهم، رضي الله عن أعمالهم، فأسكنهم هذه الجنان ورضوا عنه، ورضوا عن المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها. ذلك هذا الذي وصفه الله عز وجل من الجنان والقصور التي تجري من تحتها الأنهار، ذلك لمن خشي ربه، كما قال جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة القدر، آخر هذه السورة التي نأخذها سورة القدر، وهي أيضا سورة مكية. والقدر هي المقصود بهذه السورة هو أن يحدث الله جل وعلا عباده عن هذه الليلة العظيمة الشريفة التي هي إحدى ليالي العشر الأخير من رمضان. وتسمية هذه السورة بالقدر لأنه يعني يحدث عن ليلة القدر. نعم، وتسمية هذه الليلة بليلة القدر كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر. طيب القرآن أصلا يعني هو القرآن نزل مفرقا ولا نزل يعني في ليلة واحدة؟ هو نزل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. والأثر ده عن ابن عباس أن الله جل وعلا أنزله في ليلة القدر مكتوبا، لكن نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الوقائع وعلى حسب الأحوال. ولذلك الله جل وعلا يعني: وقرآنا فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا يعني نزل مرة بعد مرة، لأنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرق على حسب الأسئلة وعلى حسب الأحوال.
لكن هنا أنزله الله عز وجل تشريفا لهذه الليلة، نعم، يعني شرف الله عز وجل هذه الليلة بأن أنزل فيها كتابه الكريم إلى سماء الدنيا مكتوبا، نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولذلك قال إن أنزلناه بالتخفيف، لم يقل إن نزلناه، إن أنزلناه، يبقى نزل مكتوبا. وليلة القدر سميت بذلك لأمرين، لأنها ليلة رفيعة القدر عظيمة، لذلك شرفها الله جل وعلا بإنزال كتاب الكريم. والصفة الثانية لها أنها يقدر فيها أحوال السنة إلى العام، إلى العام الذي يعني يقبل، تقدر فيها حتى ينزل فيها أسماء الحجاج، صلى الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم حج بيت الحرم. نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيم وتعظيم لشأنها. نعم، ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم، سبحان الله. وهذه منحة الله عز وجل لهذه الأمة، لأنه لما تقاصرت أعمار هذه الأمة عن أعمار الأمم قبلها، يعني نوح عليه السلام مكث في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فالأمم التي كانت قبلنا كانت أعمارهم يعني أطول من أعمار هذه الأمة. نعم، فلما تقاصرت أعمار هذه الأمة عن أعمار الأمم غيرها وهبهم الله عز وجل ليلة القدر، لكن وهبها للصالحين منهم ليس لأي أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في ليلة القدر، يعتكف العشر الأواخر، يلتمس ليلة القدر. نعم، وليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وفي هذه الليلة تنزل الملائكة وهناك من الملائكة ما لا تنزل، ومنها جبريل لا ينزل إلا في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح، والروح هنا هو جبريل عليه السلام، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن جبريل فقط ينزل في هذه الليلة من كل عام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، إن الله جل وعلا أذن لهم بذلك، كما قال جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يكثر من زيارته فأجابه وما، فأنزل الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تنزل الملائكة والروح فيها في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر، من كل مكان تتنزل هذه الملائكة على العباد وتبشر المؤمنين بمآلهم عند الله عز وجل. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي ليلة سالمة من الآفات ومن العقوبات ومن يعني الأمراض والعهات، سلام سلم وسلم الله جل وعلا فيها عباده المؤمنين في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، وتنتهي هذه الليلة بانتهاء الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. آخر ما يسر الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، من تفسيره الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.